classification of cholinomimetic drugs or cholinergic drugs. يعني drugs that mimic the action of acetylcholine وبالتالي تشبه الباراسمبثيتيك autonomic nervous system بالاكشن مالتها. من اقول cholinergic drugs, cholinergic agonist, cholinomimetics نفس التسميه تشتغل شغل الاستايلكولين وبالتالي شغل الباراسمبثيتيك autonomic nervous system stimulation. تقسم الى direct acting و indirect acting. والدايركت acting classified into muscarinic تشتغل على المسكارينيك ريسبتر وتشتغل على النيكوتينيك ريسبتر. المسكارينيك كولينومايمتيك دراجز كولين استرز وألكالويدز. هاي بالنسبة للدايركت acting. أما بالنسبة للإندايركت acting تقسم إلى ثلاثة أقسام. First short acting. من أقول indirect acting يعني ما تشتغل مباشر، تشتغل على الإنزيم والإنزيم شنو ما يسوي catalyzed of the acetylcholine راح يزيد لشنو يزيد the level or the concentration of acetylcholine واللي يشتغل بدوره هو من هو اللي يشتغل الacetylcholine. ف indirect acting بها short acting example عليه ايدروفونيوم وأكو intermediate to long acting carbamates group of drugs called carbamates وعدي ال very long acting نصيح لها الأورغانوفوسفيتس. شنو مصطلح الكولينومايميتيك drugs؟ are drugs that mimic acetylcholine by directly or indirectly activating the receptors with which acetylcholine interacts. إذن mimic يعني similar that similar acetylcholine أما direct or indirect. The direct acting agents combined with the choline receptors in the same way as acetylcholine. إذن هي كأنما الأستايلكولين يتحد ويامن ويا الريسبتر مالته. وتتذكرون بالمحاضرة السابقة تكلمنا عن الريسبترز كولين ريسبترز وقلنا اكو عندنا نيكوتينيك ريسبترز واكو عندنا شنو مسكارينيك ريسبترز وقلنا المسكارينيك ريسبترز بيها 5 سب تايبس لكن most important M1 M2 M3 بينما النيكوتينيك ريسبترز 2 سب ديفيجن 2 سب تايبس اللي هي نيورونال ان ام والنيوروماسكولار ان ام. The direct acting example عليه قلنا كولين استرز والكالويدز. كولين استرز مثل ايش؟ استايل كولين ميثاكولين كارباكول ان بيثانيكول. الالكالويدز اكزامبل عليها مسكارين بايلوكاربين نيكوتين لوبيلين. هاي بالنسبه للدايركت اكتنج. الاندايركت اكتنج كولين استريز انهبيترز they act by inhibiting the enzyme that terminates the action of endogenous acetylcholine. يعني تشتغل على الانزيم اللي هو الكولين استريز acetylcholine استريز انزيم تسوي له انهبيشن ومن تسوي له انهبيشن ما راح يسوي ترمينيشن للاكشن مال من مال الاستايلكولين والنتيجه ايش راح يزيد لي راح يزيد الكونسنتريشن اوف الاستايلكولين راح يزيد الاكشن مالته. اوكي قلنا اكو شورت اكتنج انتي كولين استريزز اكزامبل عليه هيدروفونيوم ميديوم دوريشن انتي كولين استريزز اكزامبل نيوستيجمين فيزوستيجمين باريدوستيجمين. هذول ريفرسبل شورت اكتنج والميديوم دوريشن ريفرسبل انتي كولين استريز انهبيترز. اكو الريفرسبل انتي كولين استريز اللي هي الفيري لونج اكتنج اكزامبل عليها اورجانوفوسفيتس مثل ايش باراثيون ايكوثايوف ايكوثايوفات مالاثيون هذول شنو بلونج تو اورجانوفوسفيت.
First, Colin starts acetylcholine. Mechanism of action of acetylcholine activates muscarinic and nicotinic receptors. Rapidly hydrolyzed by cholinesterase. Duration of action مالته 5 إلى 30 ثانية. عبور level solubility. لذلك الأستايلكولين not used clinically. ليش؟ السبب لأنه rapidly hydrolyzed by cholinesterase enzyme. وكذلك the duration of action مالته very short duration of action. 5 to 30 seconds. هذا الأستايلكولين. Second drugs of choline esters, bethanicol. Bethanicol activate muscarinic receptors. وبالتالي زيدنا ال IB3 and DAG. شنو ال IB3؟ Increases IB3 and DAG. إذا تتذكرون أخذتوا يمكن بالإنترودكشن أكو شيء اسمه second messenger. هم ذول second messenger. Inositol triphosphate يرمزوا له IB3 و diacyl glycerol يرمزوا له DAG. وين نستخدم البيثانيكول؟ Bladder and bowel atony. يعني شنو bladder and bowel atony؟ يعني for example after surgery or spinal cord injury يصير عندي شلون الستيت of relaxation يعني ماكو contraction خصوصا بعد surgery or spinal cord injury فيصير بالبلدر بالبول يصير بها اتوني فنحتاج نزيد contraction فنستخدم بيثانيكول pharmacokinetics of بيثانيكول موجود orally و IM poor lipid solubility does not enter CNS إذن بما أنه poor lipid solubility معناها does not enter CNS not active in eye after topical application إذن نحتاج lipid solubility إذن هو مو good lipid solubility هو poor lipid solubility the duration of action 0.3 to 2 hours. شو اتوقع ادفيرس افكت اوف بيثانيكول اذا اخذه؟ احنا قلنا الكولينرجيك دراجز كولينومايميتيك دراجز كولينرجيك اجونست شغلها شغل الاستايل كولين شغلها شغل الباراسمبثيتيك ستيموليشن فاتوقع اول باراسمبثومايميتيك افكت اكرز لايك سايكلوسبازم دياريا يورينري ارجنسي vasodilation, reflex tachycardia, sweating اللي هي نفسيتها parasympathomimetic side effect or effect الدرج الثالث بالكولين استر carbacol carbacol has both muscarinic as well as nicotinic action اذا يشتغل على muscarinic receptor وعلى يمن على nicotinic action Carbacol has profound effects on both the cardiovascular system and the gastrointestinal system. ليش؟ على دول السيستم. Because of its ganglionic stimulating activity and it may first stimulate and then depress the system. إذن عند profound effect على cardiovascular وعلى من؟ وعلى الجاسترونتستينال وبسبب الجانجليونيك سيستم السيميليتنج اكتيفيتي عفوا اول شيء يسوي السيميليشن لهاي السيستم بعدين يسوي ديبريشن ات كان كوز ريليز اوف ابينفرين فروم ذا ادرينال ميدولا او الابينفرين ان هذا هرمون ات از نوت نيورو ترانسميتر ات از ا هرمون سيكريتد باي ادرينال ميدولا ويعتبر كاتيكول امين وقلنا الكاتيكول امين بها ناتشرال وبها سينثيتك
By which action? By its nicotinic action, cause release of epinephrine from the adrenal medulla. It mimics the effects of acetylcholine. يشبه الأستايلكولين. Cause meiosis. What does mean by meiosis? Meiosis mean constriction of a pupil. Parasympathetic stimulation cause meiosis, constriction of a pupil, and the spasm of accommodation in which the ciliary muscle of the eye remain in a constant state of contraction. شغل الأستايلكولين شو يسوي؟ يسوي لي contraction. Therapeutic uses of carbachol. Because of its high potency. إذن النقطة الأولى high potent. النقطة الثانية receptor non-selectivity. يعني شنو receptor non-selectivity؟ يعني ما يشتغل على receptor معين. يشتغل على مسكارينك ويشتغل على نيكوتينك اثنينهم. إذا هذا يعتبر non-selective. And relatively long duration of action. صار عندي ثلاث نقاط. High potency, receptor non-selectivity, and long duration of action. Carbachol is rarely used therapeutically. Therapeutically, except in the eye as a meiotic agent. إذن هاي الأسباب مجتمعة تخلينا ما نستخدم الكارباكول therapeutically, except in the eye as a meiotic agent for treatment of what? Treatment of glaucoma. By which mechanism? By causing pupillary contraction and a decrease in intraocular glaucoma. يزداد عندي الانتراوكيلار بريشر. فيحتاج شو يسوي؟ يحتاج اقلل الانتراوكيلار بريشر. شنو الادفيرس افكت المتوقعه بالنسبه للكارباكول؟ At doses used ophthalmologically, little or no side effect occur. يعني اذا استخدمه بالاي as a meiotic agent ماكو مشكله، ما عندي ادفيرس افكت، ممكن فشي بسيط او ماكو اساسا. ليش؟ لان due to lack of systemic penetration. هذا بالنسبة للكولين إسترز خلصنا من عندهم. نجي الآن لمن؟ للألكالويز. وقلنا الدايركت أكتنج بها كولين إسترز وبها ألكالويز. تكلمنا عن الكولين إسترز اللي هو الأسيتايل كولين، بيتانيكول، كارباكول، ميتاكولين. الألكالويز تتضمن البيلوكاربين. شنو الأكشن مال البيلوكاربين؟ It induces contraction of ciliary muscle and the smooth muscle of the iris sphincter. إذن معناها شنو؟ معناها يسوي لي meiosis. وهذا شنو يفيدني بالجلوكوما لو يضرني؟ أكيد يفيدني بالجلوكوما الميوسيس. أنا أحتاج meiosis بالجلوكوما. ما أحتاج مدرياسيس. المدرياسيس يسووها الأنتيكولينرجيك دراج. لكن الميوسيس يسووها الكولينرجيك دراج. وهاي تفيدني نزل الانترا من يصير كونتراكشن راح يقل عندي الانترا اوكيلر بريشر وبالتالي راح يفيدني بالجلوكوما. من صار كونتراكشن ايش راح يصير؟ فاسيليتيت اكيوس هيومر اوت فلو درينج اوف ذا انتيريور تشامبر اكتيفيت ماسكارينيك ريسبتر
وبالتالي زاد عندي الاي بي 3 اند داك اللي قلناهم قبل شويه انوسيتول تراي فوسفيت اند داي اسيد جليسرول. What are the indications of bilocarbin? Bilocarbin can be used for the treatment of Sjögren's syndrome. What does mean by Sjögren's syndrome? Sjögren's syndrome is a condition in which the eye become dry. When the mouth become dry, dryness of the mouth. فبالتالي نستخدم البيلوكاربين على مود شنو؟ على مود نزيد السالفيشن. على مود يصير عندي وات ماوث، مو دراي ماوث. كذلك البيلوكاربين كونسيدر تو بي دراج اوف تشويس ان امرجنسي تريتمنت اوف جلوكوما. ليش؟ يسوي لنا مايوسيس وسايكلوسبازم، اذا هو دراج اوف تشويس. من نقول وات از ذا دراج اوف تشويس فور ذا تريتمنت اوف emergency glaucoma. نقول بايلوكاربين. Pharmacokinetics of bilocarbin. Oral IM activity. هنا ايش يكون good lipid solubility. مو poor lipid solubility. Good lipid solubility. The duration of action multi 30 minutes to 2 hours. A topical activity in eye يشبه المن similar to bethanicol but may cause vasoconstriction. عن طريق شنو يسوي vasoconstriction؟ عن طريق الجانجليونيك effect. بعد another alkaloid nicotine activate nicotinic receptor. The duration of action مال النيكوتين 1 to 6 hour ويكون شنو high lipid soluble هذا النيكوتين. نجي للجزء الثاني اللي هو ال indirect acting cholinesterase inhibitors وهاي بها ريفرسابل انتيكولين استريز واكو ريفرسابل انتيكولين استريز. ريفرسابل انتيكولين استريز تتضمن شورت اكتنج انتيكولين استريز اكزامبل ادروفونيوم. شنو هذا الادروفونيوم؟ ادروفونيوم شورت اكتنج اندايركت انتيكولين استريز. The action of hydrophonium is similar to visostigmine, except that إذن الهيدروفونيوم يشابه with visostigmine بالأكشن لكن أكو عندي different أكو differences. شنو هاي differences؟ الهيدروفونيوم يكون more rapidly absorbed and has short duration of action 10 to 20 minutes. نقطتين يختلف عن الفيزوستيجمين more rapidly absorbed and short duration of action. Indication of hydrophonium used in diagnosis. هنا اجي اقول in diagnosis not in treatment. Used in diagnosis of Myasthenia gravis. Myasthenia gravis يعني يمكن سامعين بالعربي يصحوا له وهن العضلات. يصير عندي state of relaxation. شطون ينطون الهيدروفونيوم IV injection. Lead to rapid increase in muscle strength. يعني ابو المايسينيا جريفيس اني راح انطيه IV injection of هيدروفونيوم راح يصير عندي rapid increase in muscle strength. يعني راح يصير بالمسل contraction. اذن شخصت بأنه هذا الشخص أو هذا البيشنت عنده شنو؟ عنده مايستينيا جريفيس. هذه بالنسبة للهيدروفونيوم. نيوستيجمين انهبيتر اوف كولين استريز. إذن هو انتي كولين استريز انهبيتر.
amplifier of endogenous release acetylcholine, plus a small direct nicotinic agonist action. اذا الشغل مالته يشتغل على الكولين استريز يسوي له انهبيشن، من سوى انهبيشن راح يزداد عند الاندوجينس شنو استايل كولين. كذلك عنده اكشن اخر يشتغل عليه من على النيكوتينيك ريسبتر. وين يفيدنا النيوستيجمين؟ ريفرزل اذا هنا تريتمنت ريفرزل اوف نيورو ماسكولار بلوك كوز باي تيوباكولارين. قلنا تيوباكولارين هذا انتي كولينرجيك دراجز، يسوي ماسكولار بلوكج. شلون اسوي ريفرس الاكشن مالته هذا؟ انطي شنو نيوستيجمين. تريتمنت اوف از ان تريتمنت مو دايجنوسيس نيوستيجمين. تريتمنت اوف مايسينيا جريفيز. شنو مايسينيا جريفيز؟ مايسينيا جريفيز appears to be caused by the binding of anti-nicotinic receptor antibodies. وين تتحد هاي الانتيبوديز؟ to the nicotinic cholinergic receptors. هذه المايسينيا جريفيز. binding of anti-nicotinic receptors antibody. بمن يتحدون؟ بالنيكوتينيك cholinergic receptor. زين شنو فرق النيوستيجمين عن الفيزوستيجمين؟ ساعة اخذنا فرق النيوستيجمين عن الادروفونيوم، هسه النيوستيجمين عن الفيزوستيجمين. شو يكون؟ مور بولر. هذا منو؟ النيوستيجمين. بما انه مور بولر معناه شنو؟ does not enter CNS but orally active. Has greater effect on skeletal muscle. قلنا هذا يشتغل على يسوي reversal neuromuscular block. إذن هو الإفكت مالته أكثر شيء عليه من على skeletal muscles. مش قادر duration مالته 2 to 4 hour. الadverse effect شو توقع يصير عندي؟ الadverse effect نفسه مال cholinergic stimulation. من يصير stimulation للcholinergic nerve شو راح يصير عندي؟ أي بمعنى اخر من يصير سيميليشن باراسمبتيك سيستم شو راح يصير عندي؟ نجي للفيزوستيجمين. شنو الاكشن مالته؟ انه ماكو نيكوتينيك، ما بتكون نيكوتينيك اكشن مثل نيوستيجمين. فقط انهبيتر اوف كولين استريز. انه راح يصير انهبيشن للكولين استريز شو راح يزداد عندي؟ amplifier of endogenous release acetylcholine. What are the indications of vasostigmine? Reversal of severe atropine poisoning. يعني إذا شخص صار عنده poisoning بالأتروبين، شو أنطي أنتيدوت؟ أنطي المضاد للأنتيكولينرجيك اللي هو الأتروبين. ننطي كولينرجيك اللي هو شنو هو الفيزوستيجمين. هنا السؤال يتبادر للاذهان، ليش انطي فيزوستيجمين بالبويزنينج مال الاتروبين وما انطي نيوستيجمين؟ هذا جوابه عليكم، يعتبر هوم وورك. بعد اوكازينالي يوز ان اكيوت جلوكوما topical vasostigmine used in the treatment of acute glaucoma. ليش؟ لأن يسوي لي meiosis. شنو meiosis؟ constriction of a pupil. وإذا صار عندي constriction of a pupil راح يصير عندي شنو؟ يقل. شنو اللي يقل؟ يقل عندي the intraocular pressure. يصير drainage of aqueous humor. drainage of anterior chamber. بعد وين يستخدموا؟ use in intestinal atony. شو يسوي بالintestinal atony؟ زيد الموتيليتي مال الانتستين. pharmacokinetics of vasostigmine. lipid soluble. first lipid soluble. can be used topically in the eye. A duration of action 2 to 4 hours. adverse effect.
generalized cholinergic stimulation. إذن هو هم cholinergic stimulation مثل اللي قبله، لكن ها شو نضيف له؟ plus CNS effect like seizure. هاي بالنسبة للفيزوستيجمين. خلصنا الريفيرزابل، هسه نجي للريفيرزابل انتيكولين استريزيز. الريفيرزابل قلنا شورت اكتنج ادروفونيوم انتيكولين استريز انهبيتر، وعندنا شنو بعد؟ كارباميت اللي هي انترميديت تو لونج اكتنج انتيكولين استريز. هسه عندنا الريفيرزابل اللي هي الفيري لونج اكتنج انتيكولين استريز اللي هي اورجانوفوسفيت. شنو هاي الأورغانوفوسفيتس؟ Are long acting drugs. They form an extremely stable phosphate complex with the enzyme. After initial hydrolysis, the phosphoric acid residue is released over a period of days to weeks. إذن هاي سوي شو سوي؟ سوي complex يعمل complex with the enzyme. وبعد فترة يتحرر phosphoric acid residue، وفترة ممكن أيام إلى أسابيع. زين. Recovery شنو سببه؟ Is due in part to synthesis of new. إذن هاي معناها يعني تلزق بالإنزيم. Reversible تلطش بالإنزيم. شلون نتخلص منها؟ نتخلص منها بعد تكوين او صناعة انزيم جديدة، لذلك نصيح لها irreversible. Effects of organophosphates by inhibiting cholinesterase. من صار inhibition لهذا الانزيم شو راح يصير عندي؟ An increase in the concentration with half-life and action of acetylcholine in synapses. والاستايلكولين از ريليز فيزيولوجيكالي. اذن الشغل مالتها زايد لي شنو؟ الكونسنتريشن والهارت لايف والاكشن مال الاستايلكولين. شلون؟ باي انهبيشن اوف كولين استريس انزيم. ذيرفور ذا اندايركت ايجنتس هاف مسكارينيك or nicotinic effects. يعني ممكن يكون مسكارينيك او نيكوتينيك، على من يعتمد؟ depending on which organ system is under consideration. حسب الاورجان ممكن لها مسكارينيك effect على فلان اورجان، او عندها نيكوتينيك effects على هذا الاورجان. حسب الاورجان. cholinesterase inhibitor do not have significant action at an innervative sites where acetylcholine is not normally released. Example, vascular endothelial cells. إذا ماكو release normally للأستايلكولين كولينستريز inhibitor ماكو فائدة من عدها. Not significant. مثل إيش هاي الأورجانوفوسفيت؟ باراثيون والمالاثيون والإيكوثيوفيت. باراثيون insecticide only، هذا يستخدم insecticide. قدر duration مالته days to weeks. والsolubility مالته highly lipid soluble. Dangerous insecticide. ليش؟ Because all parasympathetic effect plus شنو؟ يسوي لي muscle paralysis and coma ممكن يسوي. Muscle paralysis and coma. شلل بالعضلات والغيبوبة، لذلك يعتبر dangerous. بالإضافة إلى الباراسمبثيتيك إيفكتس. مالاثيون، شوف الباراثيون قلنا insecticide only، بينما المالاثيون insecticide and scabicide topical. اللي duration days، بينما بالنسبة للباراثيون قلنا days to weeks. يشبه الباراثيون highly lipid soluble، لكن هنا الميتابوليزم مالته تو انكتيف برودكتس ان ميمورز اند بيرز. هذا مالاثيون
إذا معناها much safer insecticide than paracetamol. إذا يكون much safer. الدرج الثالث بالنسبة لأورجانوفوسفيت إيكوثيوفيت. هذا وين نستخدمه؟ An ophthalmic solution of the drug is used directly in the eye. For what? For the chronic treatment of open angle glaucoma. يستخدم في علاج the chronic treatment of open angle glaucoma. The effects may last for up to 1 week after a single إذن الإفكت بعد الجرعة السنجل اللي ناخذها من الإيكوثيوفيت يبقى شنو؟ يبقى تقريبا أسبوع. لذلك ما يعتبر first line agent in the treatment of glaucoma. شنو السبب not a first line agent in the treatment of glaucoma؟ لأن هذا يستخدم بالchronic treatment والإفكت مالته يبقى شنو last up to 1 week after a single administration. فبالتالي it is not a first line. هذا يفيدنا بالchronic treatment. Other donepezil. Donepezil هذا choline esterase inhibitor كذلك. وين يستخدم؟ يستخدم بالألزهايمر ديزيز ويكون ليبل سوليبل. طبعا انتر سي ان اس لان هو ليبل سوليبل والهاف لايف مالته 1.5 تو 70 اور. ممكن يسوي لي سايد افكت كنوزي اند فوميتنج. زين شنو جاب دونيبيزيل بالموضوع؟ جبناه هنا بالموضوع باعتبار هو كولين استريز انهبيتر، فبالتالي علي من ياثر؟ ياثر على الكولينرجيك، على الاسيتيل كولين. زين شنو الزهايمر ديزيز؟ loss of cholinergic neurons and reduced synthesis of acetyl. اذا هنا الفكره ابو الزهايمر عنده شنو؟ loss of cholinergic neurons وعند reduced synthesis of acetylcholine. لذلك نستخدم الدونيبيزيل راح يزيد لنا شنو؟ الكوجنيتيف فانكشن والميموري بنسبة 40% من المرضى. هذا الدونيبيزيل. طبعا اكو توكسيسيتي تصير بالأورجانوفوسفيت. شنو سبب التوكسيسيتي؟ ممكن يكون مسكارينيك افكت، ممكن نيكوتينيك افكت، وممكن سي ان اس افكت. المسكارينيك افكت مثل ما مذكوره براديكارديا، برونكو كونستركشن. النيكوتينيك افكت على المصل ممكن يصير عندي مصل تويتش، نيورو ماسكولار بلوكج اوف دايفرام اند انتركوستال ماسلز. السي ان اس افكت insomnia, tremor, restlessness, confusion. الأورجانوفوسفورس ممكن يسوي لي هذه التأثيرات. شو نعالجها؟ Management of organophosphorus toxicity. طبعا أكيد after standard protection of vital signs. يعني أكيد أكو عندي standard protection. مثل يحتاج اكسجين، يحتاج اشياء اخرى مثلا. هاي ستاندرد بروتكشن اوف فايتال ساينز. بعدين نبدي شنو بالانتيدوت. الانتيدوت اوف فيرست تشويس من هو؟ الاتروبين. لكن اكو عندنا مشكله، الاتروبين هاز نو افكت اون ذا نيكوتينيك ساينز، يعني يشتغل عليه فقط على المسكارينيك. زين شلون نعالج موضوع النيكوتينيك توكسيسيتي؟ النيكوتينيك توكسيسيتي is treated by regenerating active choline esterase. اكو دراجات يستخدموها for regeneration of choline esterase. يعني لازم تصنع انزيم جديده على مود نتخلص من الاورجانوفوسفورس دراجز المتحد ويامن اللي مسوينه كومبلكس ويامن with enzyme. عمل cell excretion نصنع شنو؟ نصنع انزيم جديده.
سهيل شنو regenerating compound. شوف شلون تشتغل هاي immediately after binding to choline esterase. يعني هذا اللي regenerating active choline esterase اللي example عليها برالدوكسيم راح يتحد بالcholine esterase. Most organophosphate inhibitors can be removed from the enzyme by the use of regenerator compounds. خلاص. And this may reverse both for muscarinic and nicotinic sites. Pralidoxime. If the enzyme phosphate binding is allowed to persist, يعني إذا بقى فترة طويلة الانزيم يكلف به الفوسفيت أورغانوفوسفورس درايكس لفترة طويلة راح يصير عندي aging between practice, يعني a further chemical change, حصل في chemical change معقدة. And regenerator drugs can no longer remove. بالحالة هاي ما راح تفيدني regenerator ليش الفائدة القوية إذا بقى فترة طويلة الإنزيم complex with organophosphorus drug. على عجالة clinical uses, هذا ملخص إلما ملخص لل clinical uses of cholinergic drugs. إذا تتذكرون قلنا for glaucoma أقعد short acting وأقول long acting. Short acting يعني إيش قد 1 to 2 hours. Long acting 100 hours. Example على short acting bilocarbine. وكنا هذا for emergency treatment of glaucoma. إذن هو short acting. كذلك الكارباكول 0.3 to 2 hour duration. أما بالنسبة للong acting example isoflurophate وإيكوثيوفيت. والإيكوثيوفيت قلنا هذا for chronic treatment of open angle glaucoma, not for acute treatment. والإفكت مالته last after 1 week after single administration after single dose. إذن هو not first line for treatment of open angle glaucoma. اليوز الثاني مايسينيا جريفيس. قلنا اكو تريتمنت واكو دايجنوسيس. بالدايجنوسيس ذكرنا الهيدروفونيوم اللي هو هذا very short acting 15 minute. وقلنا هذا نقطة IV injection lead to rapid increase in muscle strength. هذا just for diagnosis. But for treatment we can use neostigmine and pyridostigmine. النيوستيجمين يكون rapid and short acting 2 hours, بينما الباريدوستيجمين يكون slow and long acting 6 hours. الاستخدام الثالث paralytic ileus and urine retention. شو وقت يصيرون post anesthesia and post operation ممكن يصير عندي هاي العملية ممكن يصير عندي urine retention وأنا أحتاج أزيد شنو أزيد excretion of urine. فنستخدم شنو نستخدم cholinergic drugs. example على الدرجات اللي نستخدمها neostigmine بيثانيكول. بعد reversal of muscle relaxation after anesthesia. بعد الانستيزيا تعرفون راح يصير عندي relaxation بالمصر وقلنا ممكن يصير عندي اتوني فنحتاج كونتراكشن ممكن نستخدم نيوستيجمين وكذلك هيدروفونيوم. هيدروفونيوم just for diagnosis لكن ممكن ينطينا في الدفعه يسوينا في المصر كونتراكشن. انتي كولينرجيك بويزنينج هنا قلنا إذا صار عندي بويزنك بالأتروبين شو هنستخدم البيزوستيجمين. إذا صار بويزنك بالبيزوستيجمين
ايش نستخدم؟ نستخدم الاتروبي. بعد دراي موث ان سيجوجرين سيندروم نستخدم بايلوكاربين، قلنا هذا شنو نستخدمه بالسيجوجرين سيندروم، شو يسوي؟ زيد الساليفيشن اوفركم ذا دراينس اوف ذا موث. الزهايمر ديزيز نستخدم ممكن دوني بيزيل تاكرين، وذكرنا الاسباب، وممكن بالهلمنتياسس. شكرا جزيلا.